كل سنه زي ما انت شايفه يعني الحمد لله ما بقيناش بنعلن يعني دلوقتي اول ما اليوم التامن من الشهر رمضان تلاقي الناس كلها راحت جايه كده. احنا النهارده ما علناش الزحمه اللي موجوده على الليله الكبيره والزحمه اللي موجوده على عامر التوني هنا وعلى ركن الاطفال مع الفنانه سوا كحيل دي لانه حصل تراكم. الناس بقت عارفه انه في حاجه لطيفه وكويسه بتحصل في شهر رمضان لمده 15 يوم هنا في ساحه مركز الهناجر للفنون. دي اللي احنا بنعمله كل سنه من قطاع الانتاج الثقافي في وزاره الثقافه، وتفضلت وزيره الثقافه الدكتوره نيفين الكيلاني بانها عملته مجانا للناس تحضره علشان احتفالا مع الناس بشهر رمضان المبارك. فاحنا بكل يوم عندنا الليله الكبيره الاصليه بعرايسها الاصليه بتتعرض الساعه 8:30 وبيليها على المسرح الكبير فقره فنيه كبيره. يعني النهارده في الانشاد مع عامر التوني، بكره في فرقه رضا، وبعده القوميه، وفي حفلات غنائيه كتير، وعندنا يوم الاربع الاحتفال بالعاشر من نصر العاشر من رمضان، ودي حفله كبيره جدا بتتعمل كل سنه، بنعملها مرتين، مره في يوم السادس من اكتوبر ومره في العاشر من رمضان احتفالا بالنصر العظيم اللي حصل سنه 1973، وتذكير دائم لاولادنا بان احنا يعني بلد عظيم وكبير ومنتصر دوما. فرقه زاوي الهمم فرقه رتيبه الحفني بتكون موجوده كل سنه معانا، وده جزء من الاهتمام بزاوي الهمم اللي موجودين دايما على برنامج قطاع الانتاج، مش بس هنا موجودين في مكتبه القاهره، وعندنا فرقه خاصه جدا موجوده للحكايه دي في مسرح فرقه الشمس في الحديقه الدوليه في مدينه نصر. وهنا الفرقه دي بتقدم كل سنه وبتنال اعجاب الناس كلها في الواقع، يعني فرقه، وده يعني كفايه انها مرتبطه باسم السيده العظيمه السيده رتيبه الحفني. ركن الطفل كل سنه بنعمله مع الفنانه سهى كحيل وبيبقى اقبال كبير جدا. يعني عايز اقول لك ان اول ما الليله الكبيره تخلص ما مش هيبقى فيه، يعني هنا دلوقتي هم مزدحمين جدا ورانا، لكن اول كمان ما الليله الكبيره تخلص والاطفال اللي في الليله الكبيره يخرجوا هتلاقيهم كلهم مباشره متجهين على سوق كحيل، بيعملوا على اشكال فنيه وفانوس رمضان وبكار وعديد من الاشكال الفنيه بيلونوها وبيعملوا نشاط عظيم كل سنه. النهارده كمسرح القاهره للعرايس بنمثل البيت الفني للمسرح في احتفاليه وهديه قطاع الانتاج الثقافي للشعب المصري بمناسبه رمضان. بنعايد وبنبارك لكل الشعب المصري برمضان بشهر رمضان الكريم. بنسعد جدا بالشباب، احنا جمهورنا زي ما حضرتك شايفه متعدد، الاسره المصريه موجوده هنا بكافه افرادها واعمارها السنيه من اول الحفيد لحد الجد، مرورا بالشباب والاب والام، سعداء جدا بيهم وسعداء بفرحتهم اللي المسرح بيقدمها لهم برعايه البيت الفني للمسرح. والاستاذ خالد جلال بصراحه قايم بدور قوي جدا هو وكتيبه العمل اللي جهزت المكان. عدد المشاركين معانا هنا، احنا معانا 10 فنانين لتحريك العرايس ومعانا مجموعه من التقنيين 7 افراد، يعني بالمهندسين موجودين معانا داخلين في حوالي 18 فرد جايين لخدمه اهلهم والشعب المصري. احنا مركزين عاملين 15 ليلة عرض السنة دي ان شاء الله عشان يبقى فيه شريحة كبيرة من جمهورنا قدر يتفرج على عرض الليلة الكبيرة. لو جالنا دعوات للمشاركة في أي مكان تاني بيقدم خدمة ثقافية للشعب المصري احنا ما بتأخرش طبعا. مسرح العرايس ليه دور خطير جدا ان هو بيساعد الطفل ان هو يكون شخصيته شخصية إيجابية. احنا بنقدم مجموعة من الصور والمظاهر ذات الهوية المصرية وبتقدم مجموعة من القيم السلوكية الإنسانية والاجتماعية بتخدم الفرد وبتخدم الأسرة المصرية والمجتمع المصري. بندي عادات، بندي مجموعة من القيم والتقاليد، بنحاول نشاور على مشكلات أو طموحات ورغبات بيطلبها الطفل أو الشاب. بالمناسبة في ناس كتير بتقول إن مسرح العرايس ده مسرح الأطفال، لا ده مش مسرح الأطفال، العروسة هي وسيلة أو وسيط فني بيتعامل مع جميع أفراد الأسرة المصرية بمختلف أعمارهم. احنا بيبقى عندنا الإنتاج الفني اللي موجود في المسرح عبر تاريخه، المسرح عامل أكتر من 80 عرض مسرحي، العروض المسرحية ديت متنوعة ما بين الأجزاء التعليمية الخاصة بالقيم والتقاليد زائد مجموعة من المظاهر الشعبية، زي مثلا ما نيجي نتكلم عن الليلة الكبيرة هتلاقي المولد ظاهرة احتفالية وطقس احتفالي، هذا الطقس احتفالي
وبالتالي الاوبريت بيقدم الصور الرمزيه البصريه اللي بتدلل على هذه الاحتفاليه، بدايه من وجود البياعين والمقاهي، البياعين باختلافهم، العربيه بتاعه النشام بتاعه زمان اللي كانت بتبقى موجوده في الموالد، بيقدم هويه كامله للصوره المصريه للمولد، عشان خاطر بصراحه احنا محتاجين شبابنا يرجعوا يحسوا الطعم ده، الاثر المجتمعي والصبغه المصريه اللي موجوده وبتقدمها الليله الكبيره دي، دي حاجه مهمه بتساعد الشخصيه بتاعتنا وتدعمها. بنشارك في برنامج هل هلالك انتاج قطاع الانتاج الثقافي كل سنه بعرض ليله كبيره. ليله كبيره من اهم عروض مسرح القاهره على رأس، لاننا دايما يعني الحمد لله بنحقق نجاحات في عرض الليله الكبيره، فدايما مطلوب، والعرض الليله الكبيره يعني من اهم عروضنا بصراحه، هو فرحه للاطفال وفرحه للفنانين كلهم، يعني احنا دايما بنحب نلعبه كمان. فالحمد لله يعني النهارده قدمنا اول عرض لينا، وان شاء الله موجودين معاكم طول ال 15 يوم لحد يوم 22 رمضان، بنقدم نفس العرض بتاعنا. حب العروسه ده يعني من فتره كبيره قوي جوه اي بني ادم فينا كممثل، احنا اصلا معظمنا ممثلين وخريجين الاكاديميه او خريجين اداب مسرح وكده، وفي برضو يعني بعض الخريجين من كليات برضو عامه، ولكن حب العروسه نفسه هو اللي خلانا يعني ندخل في هذا المجال. اهتمامنا بالعروسة نابع من حبنا لها أصلا، يعني كل ما الواحد يحب العروسة كل ما يقدر يحرك فيها ويتمكن فيها أكثر، سواء عروسة مارونيت أو عروسة بوبيت أو أي نوع من العرائس. يعني احنا بالنسبة لنا العرض الليلة الكبيرة أساسا يعني للأسرة كلها مش للطفل بس، لأن الموضوع نفسه حكاية المولد وكذا، فده بيبقى فرجة للكبير وفرجة للصغير في نفس الوقت، فالكبير والصغير بيستمتع به، فدي من اهم حاجه احنا بنقدمها في العرض. يعني احنا اولا بنقدم عروضنا في مسرحنا مسرح القاهره على رأس، ولكن بنطلع احيانا تجوال مع الاستاذ محمد الشرقاوي مسرح تجوال، فبنقدم عروضنا من خلاله. بزورنا اكتر من محافظه، يعني رحنا اسيوط وسوهاج والمنيا وانا يعني اكتر من محافظه، وجه بحري كذلك برضو احنا اكتر من محافظه، وبنقدم عروضنا مش شرط الليله الكبيره بس، احنا عندنا برضو انتاجات تانية رائعه جدا برضو بنقدمها للاطفال والكبار في نفس الوقت. النهارده موجودين في ركن الطفل ومتواجدين يوميا من يوم يعني من 8 رمضان الى 22 رمضان يوميا لمده 15 يوم. بنبدا كل يوم من 8:30 لغايه الساعه 10، بنعلم فيه الولاد كل ما يخص الفن والأشغال الفنية، من رسم أو إن هم يلونوا منتجات، يعني زي النهاردة عندنا الجبس، بيتعلموا ازاي يلونوه، ازاي يعملوا ميكس بين الالوان، او حتى بس يتعلموا يمسكوا الفرشه ويلونوا من خلال الشغل اللي موجود من خلال يعني موجود معانا. احنا بنحاول كل سنه نعمل افكار جديده ومختلفه. السنه دي عندنا فكره حصلت الخير، عاملين ازاي بنعلم الطفل او بعلم الطفل ازاي يستخدم علبه الكان، سواء بقى هي مثلا علبه صلصه قديمه، هي علبه صاج يعني، او علبه فول او ايا كان، ازاي ان هو يعيد تدويرها تاني ويستخدمها. فاحنا عاملين السنه دي فكره ان هي حصلت الخير هيزينها ويحط فيها فلوس، وفي اخر لما تتملي يعمل بيها صدقه ما لشخص ما. فدي كانت الفكرة السنة دي اللي احنا فكرنا فيها، وان شاء الله يعني تكون مثمرة. فكرة تانية عاملين مصلية العيد، الولاد هيشتغلوا مصلية من الجوخ وهيزينوها وعشان يصلوا بيها العيد، فيعني هتبقى منها ورشة ومنها ثواب، فان شاء الله يعني تبقى حاجة حلوة وتبسط الولاد بإذن الله. بركز كل مره في الورشه ان هم يتعلموا ولو مهاره بسيطه، طبعا هي مده الورشه مش كبيره، يعني ممكن الولد يقعد معايا او البنوته تقعد معايا ربع ساعه تلت ساعه او 10 دقائق حسب المنتج اللي هي بتشتغل عليه يوميا. فبقى انا حريصه ان هو يتعلم ولو حاجه بسيطه، ممكن بس لمجرد حتى يمسك الفرشه، لان في ولاد بشوفهم
ما عندهمش اي فكره عن التلوين بالفرش نهائي او الالوان او حتى ان هو ازاي يتعامل مع الخامه. دي يعني ابسط حاجه. انا قابلت ولاد كتير جدا ما عندهمش اي خبره مثلا في القص. يعني ولد مثلا عنده 13 سنه ما بيعرفش يقص. ومن هنا بحاول اقول لكل اولي امر وام فعلا اهتموا بالمهارات اليدويه للاطفال، بتفرق جدا جدا جدا، بتحسن التناسق العضلي والعصبي مع بعض، بتبقى في ازاي يقص على الخط، ازاي يخلي الحاجه مظبوطه، حتى ده بينعكس عليه في حياته اليوميه ان هو يبدا يبقى مركز ويبقى عارف بيعمل ايه ويبقى دقيق. فده مهم، يعني المهارات دي بتأثر حتى في حاجات تانية. من الأفكار كمان اللي موجودة معايا يعني أنا بحب أعلم الولاد الريسايكل، اللي عندنا الرول بتاع بقر المناديل الداخلية الكرتون ما بنرميهاش، ده احنا بنعمل منها أشكال كتير جدا وحاجات حلوة. السنة دي عاملين منها عروسة، فازاي يقدر بشوية صوف صغيرين عنده أو حتى ورق، مش لازم صوف، يعمل شعر ويعمل عينين بالقلم ويلون الرول دي وتبقى عروسة يلعب بيها. العروسة دي على فكرة مهمة قوي، يعني بمعنى إيه؟ إن هو بتنمي خياله. العروسة دي ممكن أنا أسميها اسم، ممكن أعمل مسرح صغير من علبة كرتون وأبدأ أعمل قصص وأشغل دماغي، فيبدأ خيالي ينمو كطفل إن أنا إزاي من خلال خامة بسيطة أبدأ أعمل قصة وأعمل فكرة فدي حاجة مهمة إن إحنا ده كمان يعني أنا ببقى بركز عليه وبقوله لهم ان مهم ان احنا ننمي خيالنا وننمي قصصنا. للاسف احنا الاولاد طول الوقت مشغولين بالموبايل والكمبيوتر والايباد والحاجات اللي هي الالكتروني، ما بقاش عند الاولاد. يعني انا بحس كده وقابلته روح الطفوله البريئه دي اللي هي ممكن من حاجه بسيطه قوي اعمل مثلا شكل طائر من ورقه، ممكن اعمل مثلا بيت من كرتونه وهكذا. كمان عندي السنه دي برضو بالورق، يعني ازاي برضو من شويه ورق بساط قوي اي ان شاء الله ورق كراريس حتى ممكن ابدا اعمل بيه تاني عروسه، عامله عروسه ماريونيت بالورق الملون، بيبقى ممكن فاضل من عندنا من ايام المدرسه مثلا ان احنا عندنا ورق ملون، ازاي نقدر برضو نعمل بيه اشغال فنيه ونقدر نستمتع بيها، يعني منها نتعلم ونستمتع ونتبسط. فيا رب ان شاء الله تنال اعجابكم.